وين اختفوا يا الله؟ حتى نارين ما عم بقدر اوصلها، شو بدي اعمل؟ ما فيني دخل الشرطة وفي مخدرات، ما فيني غامر. طيب شو بدي اعمل؟ هاي رسالة من كمال. ايه طمن يا ناجي طمن، حبيب قلبك ومرته هلأ عم يموتوا وانت مالك دريان، او يمكن يكونوا خلص ماتوا وارتحنا منهم. يا ريت طالع بإيدي أعطيك شي لحتى يخفف وجعك، بس هون ما في شي، أنت مضطر تتحمل، ما عنا خيار، هذا هو الوضع، مضطرين نقوى ونتحمل. كمال عم تسمعني؟ فتح عيونك، يلا ما تخوفني عليك، إذا السمعان فتح عيونك، طلع فيني، فتح عيونك وتطلع فيني. انت منيح؟ انا ما بعرف شو اللي عم بحسه. كتير موجوع يعني؟ كمال لا تنام، حاول تضل صاحي، يلا فتح عيونك، بترجاك كون قوي ولا تخوفني عليك. كمال لازم تتمسك بالحياة، ما سهل لمين بدك تتركه. في ناس بيحبوك وبنت رح تسأل عنك، إذا سألتني شو بدي إلها؟ يلا أصحى، بنتك ناطرتك. ما سال ما بتحب الحكاية غير منك أنت. لهيك كرمالة لازم تقوى وتشد حيلك، ما فيني إلا أنه أبوكي صار له شي بسببي. أنت فيكي شي؟ أنا منيحة، نيناتنا رح نطلع بخير، أنا بوعدك. رح نطلع ونرجع عالبيت،
أنا بوعدك. أنا بعرف أنك عملت كتير شغلات كرمالي، محظوظة لأني عرفتك.